من دبي معنا المؤسس والمدير العام لشركة فالكن آي درونز ربيع أبو راشد. أهلا بك أستاذ ربيع معنا في سكاي نيوز عربية. اليوم كثرت تطبيقات الطائرات من دون طيار وكثرت الأفكار التي يعني بالفعل خلاقة وممكن أن تفيد في مستقبل قريب، ولكن السؤال مدى الاعتمادية عليها، هل بالفعل يمكن الاعتماد عليها بشكل رئيسي في حياتنا اليومية؟ صباح الخير جرير. برايي انا اكيد هودي الطائره من طيار حيكونوا موجودين بحياتنا كل يوم، بده يصير في اعتماد عليهم بشكل اساسي بكذا مجال، يعني مثل ما شفنا بالتقرير في توريد الكهرباء بالمناطق النائيه، هذا اختراع ممتاز، بدل ما نستعمل مولدات على الديزل فينا نستعمل محرك غير ثابت، يعني فينا نحطه وين ما بدنا نستعمل كهرباء. هيدا بمجال واحد. بغير مجالات اللي هي اكثر شيء بنشوفها جاي هي موضوع الدليفري او التوصيلات، توصيلات الطعام او البريد او اي من الحاجات اليوميه، وقريبا اكيد البشر. انا بصراحه بودن 5 سنين او 10 سنين انا بشوف كل واحد منا عنده درون له بيطلع فيه وبيروح على الشغل وبيرجع على البيت كل يوم. اليوم قبل ان نتوسع قليلا يعني في كل التطبيقات التي يمكن بامكانها الطائره من دون طيار يعني ان نستفيد منها، نسلط في هذا التقرير الضوء على امكانيه توليد الطاقه الكهربائيه، هل برايك هذا الامر يمكن تطبيقه؟ هل هو امر واقعي بالفعل وكيف؟ في اكيد بلا ان شاء الله فيهم يطبقوا، الاختراع موجود وجربوه ماشي، بس اكيد عنده محددات. ما فينا نستعمله مثلا بالمدن، اول شيء طول الحبل 300 متر و300 متر بس بتولد 100 كيلو وات، وهذا الشيء ما بكفي. سو تنستعمل طائره كبيره اللي مثل ما بيقولوا عملاقه 50 متر ما فينا نستعمله بالمدينه، لانه بدها تطلع على ال 500 متر يمكن 600 متر، وهذا عم بيستعمل اختراق للمجال الجوي المدني والعسكري، سو ما فينا نستعملها فعليا بالمدن. سو بالجبال او بوسط البحر او بالصحراء، مناطق الكوارث، مناطق بطل المجال الجوي بطل مستعمل للاستعمال العادي اذا بدك. سو التطبيق اكيد منيح بس بده يكون بمناطق نائيه. اذا معامل عم تفتح بعيده او مصانع عم تفتح بعيده عن المدن فيهم يستعملوا هالمولد تيكون في عندهم طاقه متجدده احسن ما يستعملوا يو نو المواد التقليديه. كمان وسط البحر او الجزر او يعني ما في يعني ما بعتقد هذا الشيء حيكون تطبيقي بقلب المدن، لانه مثل ما قلت طائره واحده ما فيها تولد كثير كهرباء، وطائره اذا في كذا طائره حط بعضهم هذا الحبل كثير طويل، ومثل ما شفنا بالهواء عم بيبرموا، سو في كثير مجال ليصير في تشابك بيناتهم او يصير في مشاكل. سو الاختراع كثير منيح بس مش بس عملي بالمناطق النائيه. طيب ما عم نتكلم كثير عن سلبيات ربيع، يعني بجوز انت ذكرت سلبيات كثير مهمه، اختراق المجال الجوي للطيران المدني. اليوم الانتشار الكبير ايضا يعني يضع على كاهل الجميع مسؤوليه قانونيه تختلف. اليوم هل ترى سلبيه او اخرى لاستخدام الطائرات من دون طيار بكثره؟ سلبية قانونية؟ قانونية أو سلبية قد تؤثر على حياة الإنسان أو تكنولوجية حتى. إذا عم نحكي بتوريد الكهرباء يعني إذا بالمناطق النائية بدهم ينعمل لهم مجال جوي محظور بس لهم، سو بيتحدد المجال الجوي بيسموه ويند تانل أو اير تانل لهودي الدرونز تيقدروا يولدوا كهرباء. سو من ناحيه القانون اذا كل ما هن بعيد عن المدن طبعا ما في مشكله، وهو مش مزودين بكاميرا او بشيء، سو ما في خوف على البرايفسي، سو بيكون وضعهم امن. ومثل ما قلت استعمالهم بالمدن اكيد حيكون في عليه حظر. بغير استعمالات كل ابلكيشن او كل تطبيق حيكون عنده قوانينه ومشاكله وسلبياته.
طب ربيع، اليوم يعني كما ذكرت حضرتك يعني التطبيقات متعددة، ونحن يعني منذ فترة كنا سلطنا أيضا الضوء على موضوع على ابتكار جديد وهو الطائرة من دون طيار والتي تتسع لشخص واحد خلال القمة العالمية نعم للحكومات. يعني كيف برأيك تنظر لمستقبل الطائرات من دون طيار خاصة على المستوى الفردي؟ يعني نحن اليوم نرى أنه نستطيع أن يعني نسخر هذه التكنولوجيا في عدة قطاعات، ولكن على المستوى الفردي إلى أين نحن ذاهبون؟ مثل ما قلت بالأول يمكن أنا سبقتك، بس أنا برأيي حيكون كلنا عنا درون بالمستقبل، كلنا حناخد بيسك تريننج درون لأنه هن بيطيروا لحالهم، يمكن أن نستغني عن السيارات بضغط بكبسة زر بنطلع بالدرون، فينا نستغني عن السيارات. أنا برأيي أكيد حنستغني عن السيارات. المشكلة الوحيدة اللي بين التكنولوجيا موجودة هلا في الدرون، فيها تطير لحالها، فيها تاخذنا من بوينت A تو بوينت B من الشغل للبيت. المشكلة الوحيدة هلا وين بدك تهبطي بالدرون، وين بدنا نصف الدرون، وين بدنا نطيرها. المجال الجوي ما بيسمح لهلا، ما في مجال جوي للدرون، بس هذا الشيء عند تحت البحث في كذا دولة عم تطلع بقرارات شو اي ارتفاع فينا نطير درون. بيصير هذا ارتفاع جوي للدرون. هذا اول شيء انه بدنا محل، بدنا علو او ارتفاع نقدر نطير عليه. ثاني شيء هو الهبوط والاقلاع، وين بدنا نقلع. سواء حاليا المناطق السكنيه طبعا ما عندها باركينج للدرونز. وثالث شيء هو الاويرنس اوف ذا درون، بصير عند الروبوت اللي بقلب الدرون يكون سيلف اوير بغير درونز موجودين بالجو. سو مثل ما الطيران المدني عندهم الاي تي سي التاور اللي بيتصلوا فيه اذا فينا نهبط اذا في غير طيران، بده يصير هالشيء موجود للدرونز. بس بالنسبه للتكنولوجيا موجوده، فينا اليوم مثل ما شفتوا بالطريق القديم نطلع بالدرون ونروح من منطقه لمنطقه، بس هي النظام والقوانين اللي عم تاخر الموضوع. طيب لماذا يتم الاتجاه الان لتوليد الرياح عن طريق الطائرات من دون طيار؟ ما المشكله في النظام القديم ربيع؟ النظام القديم يعني حتى في اثناء عمليه المراقبه او في اثناء عمليات الصيانه لا يتم ايقاف التوربينات الكبيره، والتوربينات الكبيره ايضا لا تستهلك طاقه على الاطلاق، بينما اليوم مقدار قليل تستهلكه الطائرات من دون طيار حتى ولو كانت مفيده، ومع سلك طويل كما قلت 30 متر هناك مقاومه اعلى للكهرباء وهناك كهرباء ضائعه ستكون بشكل اكبر. اليوم لماذا التوجه اليها كونها يعني اقل فائده؟ فقط استعراض؟ بتصور ان التوجه بكرمال هي القدره انه فيها تكون متحركه، يعني فينا نولد كهرباء اليوم هون، فينا نولد كهرباء هون، في حاله حدوث كارثه طبيعيه وما بقى في بنيه تحتيه، ما بقى في كهرباء. سو هيدي درون فيها توصل دغري، فينا نعملها شيبمنت بالطياره نحطها بالمنطقه ونطيرها ونولد كهرباء. طبعا اذا عندك مناطق مفتوحه وعندك سبيس الطرق التقليديه موجوده وصيانتها خفيفه و يعني كمان التوربين يتم شحنه بنفس الدرون الوزن، اهميتها انه متحركه عليها توربين صغير. يعني استاذ ربيع نفس المبدا التوربين التوربين كثير كبار، يعني اذا في بدها وقت لتنعمل لها انفراستراكشر، بدها وقت لنوصل لها كهرباء. So the only هدف أو الهدف الوحيد من هذا الشيء هو القدرة على التحرك بسرعة. شكرا جزيلا لك ربيع على هذه المشاركة القيمة. حدثتنا من دبي المؤسس والمدير العام لشركة فالكون آي درونز ربيع أبو راشد.